واحد يقول انا شاب بعيد عن ربنا جدا وكل يوم ببعد اكتر واكتر عن اليوم اللي قبله، بالرغم من انذارات ربنا ليا بالرجوع من خلال احداث في حياتي، ودائما ابقى اعترافي تصل بي لمقابلته، ولكني اتجاهل حتى انني اتجاهل وجودي في الكنيسة انت كنتها رسول. من اللي عملته ما عملت شوف ارجعه لما تكسبش ابدا، ده هو هيفرح جدا بالرجوع. حياتي اتغيرت للأسوأ وعند الرغبة في الرجوع ولكن لا استطيع. دي حرب من الشيطان. اول ما الابن الضار شعر بانه لابد يرجع قال اقوم الان وارجع الى اب، وراح قام على طول. التأجيل والخوف دول حروب من الشيطان.